السلام عليكم. اليوم نروحوا للولايه تاع امبواقي لنقف على المشروع تاع المستشفى الجامعي الجديد اللي يقع في دائره عين مليله بولايه اذن امبواقي، واللي بعد يعني التاخر الكبير الذي عرفه في الاشغال الان انتهت الاشغال به كليه 100%، وينتظر العمل تاع الافتتاح تاع هذا المستشفى الهام جدا تاع 240 سرير اللي سوف يرفع الغبن على سكان ولايه امبواقي ويساعد على تعزيز المنظومه الصحيه في الوطن. ان شاء الله كل المستشفيات الجامعيه في كل ولايه 58 في الوطن يتم انشاؤها بالتدريج، خاصه ولايه الفاتيه في الجنوب الجزائري. اترككم تتابعون والسلام عليكم. الأشغال انتهت به، والآن راح يتم التجهيز تاعو من طرف مديرية الصحة اللي راح حوالي 80%، وأننا نطمن الساكنة لهذه الولاية وخاصة ساكنة عين مليلة بأن هذا المستشفى يشوف النور نهاية هذه السنة. باستلام هذا المرفق الطبي الحديث بدأ يتحقق حلم سكان مدينة عين مليلة، ليضاف هذا المكسب لمرافق أخرى استفادت منها ولاية أم البواقي في الآونة الأخيرة.